يقول أنا رجل على خلاف مع إمام المسجد، هل أصلي معه أم أصلي في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. يجب أن تصلي في المسجد ما دام أن هذا الإمام مستقيم على طاعة الله وليس فيه ما يخل بعقيدته، وإنما هذا الخلاف بينكما خلاف شخصي ليس من جهة الدين، أو إن عنده بعض التقصير في أمور الدين التي لا تصل إلى حد بطلان صلاته، فإن الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة. أما إذا كان هذا الإمام يرتكب أمورا شركية أو يعمل أعمالا تخل بعقيدته إنه لا تجوز الصلاة خلفه.